بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم شفت بلازم نديرو تحلية بما أنه أنا في فصل الصيف، تحلية بالموز إن شاء الله. نحتاج اليوم فلون، 4 فلون كامل نحطهم، نكون حطيناهم في الكونجيلاتور يبردوا، يعني يبردوا مليح. نحتاجو نص كاس حليب بارد، نحتاجو كاس كريم شانتيي، نحتاجو جمع ملاعق فلون كراميل، نحتاجو الكراميل اللي نصنعوها في البيت، حنتكلم لكم المقادير كيفاش صنعنا الكراميل هذه. نحتاجو القهوة نطلعوها في كاس عادي قهوة، نحتاجو موز، ونحتاجو البودوار. إذا نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نفرغ أول شيء فلون كراميل، نعود الفلون كراميل، أنا نجبدوهم من الكونجيلاتور يعني من المجمد باش تطلع لنا الشونتيي مليح. نحتاجو 4 علب كما تلاحظوا، كأس شونتيي، نص كاس حليب، نحتاجو فلون كراميل بالخلاط الكهربائي. إذا نحاولو ندمجو هذا الآن حتى ما يكونش عندنا ما تطايرش أوبرت كام شونتيي. إذا مباشرة نستعمل خلاط كهربائي، نبقاو نضربوا بالخلاط الكهربائي حتى نشوفوها رجعت عندنا الكريمه، ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. بعد ما طلعت لنا الكريمه كما كنت تلاحظوا فيها، اذا في هذه الحاله نتوقفوا. ما شاء الله كريمه ثقيله ان ما شاء الله. فقط انا نعطي نصيحه هنايا، كاين خطرات وين نروح ونشرو كريم شانتيي تكون قديمه ما تطلع لناش، في هذه الحاله راح نزيدو نضيفو ملعقتين او ثلاثه الكريم شونتيي حتى باش نتحصلوا على كريمه بهذا الشكل. اذا اللي ما طلعتلوش كريمه يعرف بلي ان الكريم شونتيي تاعو قديمه على هذيك اللي ما طلعتلوش. اذا بعد ذلك اذا راح نجيبوا قهوه، نتركوا هذه الجانب، راح نجيبوا القهوه لي بودوار. اذا هنشمخ القهوه بهذا الشكل، اذا ونحطوهم في الكؤوس الزجاجيه، او ان نقدروا حتى نديروهم في 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 طلع عادي كبير عائلي كما كنت تلاحظوا بهذا الشكل. بعد ما شمخنا البودوار بالقهوه وطلعت لنا الكريمه كما كنت تلاحظوا، اذا مباشره نملؤوا الكؤوس الفرديه بالكريمه بهذه الطريقه. نملؤ بهذه الطريقة الكؤوس الفردية، ولا حبينا نديرو صحن جماعي بهذا الشكل كما تلاحظوا، بهذه الطريقة نوصلو. ثم فيما بعد راح نزينوها بالموز، يعني الموز راهو في هذه الايام راهو يعني الحمد لله بسعر معقول، ما يتجاوز 20,000 الكيلو. اذا احنا نستغلوا هذه الفرصه ونديروا هذه التحليه ان شاء الله بهذه الطريقه. هذه التحليه ما شاء الله دير كميه
يعني معتبرة كما كتلاحظوا، يعني ما شاء الله دي الكمية ما شاء الله معتبرة من الكؤوس حتى ان الصينية الكبيرة ما شاء الله. فيما بعد هنجيبوا الموز وراح نقطعه كما امامكم الان، ونحطوا واحدة قدام واحدة حتى نكملوا ونرجع لكم فيما بعد حتشوفوا تزين الان. فيما بعد ما زينا بالموز كما كتلاحظوا، اذا هنا نزينوها في الاخير بلاصوص كراميل. هذه لاصوص كراميل انا عملتها في البيت. نحتاجوا كاس سكر، المره الجايه حنكون عندي لكم فيديو عليها. نحتاجوا كاس، لاحظوا ثقيله وماهيش ثقيله بزاف، يعني نحتاجوا كاس سكر، خلوه يتكرمل في مقله، لما يتكرمل كامل نزيدوا ملعقه تاع مانغاري، خليها تذوب مليح جيدا. راك نحكم كاس ما خلطوا فيه ملعقه تاع القهوه ماشي صغيره، المويه هذيك نحكم نعمرها ماء انشاء، اذا ونحلوها في الكاس ونفرغها مباشره في لاصوص كراميل ونحركوه. شوفوا الغليان نطفوا لها ونخلوها تحصلوا على كيما هذه كراميل راكم تلاحظوها. اذا راح نشدوا الكراميل، فرغناها فيه باش تسهلنا العمليه. اذا نزينوها بهذا الشكل، عمل يجينا سهل يعني منظم هكذا. هذا الشكل. اذا الباقي يعني ما عندوش العمليه سهله كذلك بهذه الطريقه. اذا احنا نحل الوصفه ما شاء الله، التحليه هذه من اروع ما يكون، يعني خصوصا كي نخلوها تبرد على الاقل 6 ساعات في الثلاجة. كما تلاحظوا سعمل الملعقة الأخرى تساعدنا في العمل. ثم نوضعها في الثلاجة. تشوفوا الكريمة خرجتنا ما شاء الله ثقيلة، كي تزيد تبرد ترجع تحفة، لأنو نتركوها على الأقل 6 ساعات في الثلاجة نقول ونعاود. إذا اللي ما عندوش مثلا اللي ما عندوش الموز، راح نعطيكم طريقة أخرى للتزيين. نكملوا هذه لأمامنا، هادو نخليهم قلنا 6 ساعات باش نقدر نستهلكم. اللي ما عندوش يعني الموز ماهوش شرط، كيما كتشوفوا الكاس هذا نحكموا ان شوكولا تاع الاطفال نوفا ولا ان شوكولا اللي ان يتناولوها الاطفال. اذا نزينو ونجي المذاق ما شاء الله بهذا الشكل. اذا الاخير نتمنى لكم النجاح في الوصفه. ما تنسونيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. اذا الوصفه الاصفيه ناجحه ان شاء الله 100%، ونتمنى النجاح لكل وحده. فقط قلت اذا ما طلعتكمش كام شانتيي عرفوا بلي المشكله في كام شانتيي قديمه فقط. اذا احنا نلقاو ان كلش المقادير راح تلقاوها في اخر الفيديو ان شاء الله، ونتمنى لكم النجاح في الوصفه وشهيه طيبه للجميع ان شاء الله.